وحشية والتهجم على النساء والأطفال واستفزاز ذلك الرد العنيف من الجانب الإسرائيلي. كل حياة لشخص مدني، كل حياة هي مهمة. نحن نؤيد حماس على هجمتها الإرهابية بأقصى الإدانة، ونطلب منها إطلاق سراح الرهائن وأن تسمح للمنظمات الإغاثة الإنسانية والهلال الأحمر وغيرها من أداء عملها في سلام. إن هذه الأوضاع غير مواتية للعمل الإنساني. كما نود أن نؤكد أيضا على أن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بأداء عملياتها وتبرير حقها في الدفاع عن نفسها، علينا أيضا أن نولي ذلك اهتماما، لأن لا هناك تبرير لهذه الوحشية التي ترتكبها إسرائيل كذلك. وقد قابلت أمس وجها لوجه السلطات الإسرائيلية وكنت صريحا معها بشكل تام. هذا البشاعة لا تبرر بشاعة أخرى. إن التهجم على الأطفال في المدارس والمستشفيات أمر لا يمكننا تقبله. إن الاتحاد الأوروبي والآن أيضا الأمم المتحدة والمجلس الأمم المتحدة قمنا بتبني قرار إنساني للوقفات الإنسانية لتمرير المساعدات والمياه والوقود لقطاع غزة واستعادة المرافق الحيوية للعمل. وقلنا أن أعمالنا والمساعدات الإنسانية قمنا بمضاعفاتها 4 مرات وصولا إلى وأكثر من 10 ملايين. قمنا من دعم تلقيناه من الدول ومن الأونروا، إلا أن الاحتياجات الإنسانية هائلة، وكل ما يمكن إضافته من الدول هو أمر مرحب به لتلبية تلك المساعدات. إن المجتمع المدني يجب أن يكون قادرا على تقديم المساعدة. سيدي رئيس الوزراء، إن الحرب في على غزة إنها نتيجة لإخفاق شامل من المجتمع المدني بأكمله. إنها نتيجة لإخفاق سياسي ودبلوماسي واسع النطاق، وإن الشعب الفلسطيني الأبرياء هم من يدفعون ثمن ذلك الإخفاق. هذه الدائرة البشعة من العنف لا يمكن إنهائها إلا بحلول سياسية. ومن هذا المنطلق أنا أقوم بتلك الجولة بدءا من التحدث مع القيادات الفلسطينية للعمل مع شركائنا للتوصل إلى طريقة للمضي قدما، والنظر فيما يمكن أن نفعل على أرض الواقع لوضع نهاية لهذه الأزمة، وكيف يمكننا التوصل إلى مستقبل أفضل. واسمحوا لي بأن أضع على الطاولة بعض الأفكار حول الأمور التي قمنا بها، لأن هذه المساعي على الأقل يمكن أن تسير بالقضية الفلسطينية إلى مسار أفضل بدل ذلك التدمير، وليس أمامنا حل آخر للتوصل لنتيجة أفضل. هذا هو إطار العمل الذي أقترحه، وهو أولا اعتمادا على 3 إجابات بنعم وثلاث إجابات بلا. أولا هي لا أكيد على تهجير القسري للفلسطينيين من غزة، عدم قبول التهجير القسري والإزاحة الجبرية، لا لتغيير الحدود الجغرافية، لا لإعادة احتلال فلسطين، ولا
توفير بيئة آمنة لحماس في غزة، ولن يكون هناك أخذ السلطة الأمنية في غزة إلا في يد السلطات الفلسطينية. إذن لا لفصل غزة من الإطار الأكبر. والآن إلى الإجابات الأكيدة بنعم، نعم لعودة السلطات الفلسطينية لإدارة الوضع في غزة. وأقول السلطة الفلسطينية أعني بها أنتم، أنتم بالفعل هناك لم تغادروا، لم تتخلوا عن الموقف، ونحن ندعمكم. لدينا القدرة واسعة لتمديدكم بالمساعدات اللازمة لإثبات وجودكم هناك، ولكن على السلطات الفلسطينية العودة بقوة لإدارة الأوضاع في غزة. ثاني، نعم هي المشاركة القوية للدول العربية والاضطلاع بدور أكبر في العمليات الدبلوماسية في بناء الدولة الفلسطينية. وقلنا أن لدينا خبرة في ذلك، وسوف نضعها موضع الإفادة في ذلك الموقف وصولا لحل الدولتين كنتيجة نأمل بتحقيقها. وهذا بعد نقاشاتي أيضا مع النظراء من الجانب الإسرائيلي أمس، لا يجب أن يكون هناك تصاعد في الوضع أكثر من ذلك، حيث أنه من بداية من اندلاع الأزمة قتل الآلاف من المدنيين ومن الإسرائيليين محتجزين كذلك، وتم قتلهم إثر تلك الهجمات. فعدد منذ ففي تلك الفترة فقط قتل في الضفة الغربية أكثر من تم إبادته على مدار فترة طويلة من الزمن على إثر ذلك الصراع المحتدم. اليوم هناك 150 عدد من المراكز غير الشرعية للتواجد الإرهابي في قطاع غزة، وعلى قال الجانب الإسرائيلي أنهم سيتعاملون مع ذلك الموقف بكل جدية. إن دعمنا للسلطات الفلسطينية كالممثل الوحيد المقبول للشعب الفلسطيني هو دعم سياسي ومادي. نحن أكبر ممول ومعاون مادي للشعب الفلسطيني، وسنستمر في ذلك. أكبر مساهم مالي للعمل السلام في الجانب الفلسطيني، ولكن لا يمكننا أن نترك تلك الأزمة دون حل. إن الوضع مأساوي، علينا أن نستغل ذلك الزخم للعمل نحو حل لذلك النزاع. علينا تحريك الدعم الدولي والعمليات الدبلوماسية نحو حل الدولتين، وهي عملية لاقت تجاهلا لمدة طويلة معقولا ومستمرا، إلا في ظل أن أخذ خطوات إيجابية وعملية نحو تنفيذ المساعي الإيجابية. لأننا تخاذلنا لعقود طويلة، دعونا على مدار سنوات لحل الدولتين، ولكن لم نصل أبدا إلى ما يمكننا نحتاجه لتنفيذ ذلك الحل على أرض الواقع. هذا ما قلته أمس أيضا في الجانب الإسرائيلي، وأقوالي لم تتغير على الجانبين.
تلك هي الأهداف التي سأذهب بها في جولتي للمنامة وبقية مناطق المنطقة دول المنطقة. سنعمل جاهدين لإعادة الجهود السلام في المنطقة. هذه الجهود هي جهد جماعي مني ومنكم ومن كل المساهمين الراغبين في إنهاء هذا النزاع. اليوم إن المأساة التي نشاركها جميعا تستدعي منا مضاعفة تلك الجهود لصالح الفلسطينيين ليتمكنوا أخيرا من العيش في سلام ورخاء وبكرامة إلى جانب الجانب الإسرائيلي، أيضا مع ضمان حقهم في الأمن. هذا ما أرغب فيه محركا الاتحاد الأوروبي كحليف لكم، وسنستمر في العمل جنبا إلى جنب مع كل الأطراف ومع صعوبة ذلك المسعى الذي لم يكن أصعب من قبل. هذا زخم علينا أن نعي بأهميته وأن نستغله جميعا كمجتمع دولي تجنبا لوقوع كارثة أكبر، لأنه لا أمل للسلام هنا. لن نقبل ذلك أبدا. شكرا لكم. Thank you so much, my dear friend. Josep Borrell, the High Representative of the European Union. شكرا جزيلا سيدي بوريل. Can you allow me to make a statement, a short statement in English, and then I would like to أقوم بتقديم كلمة قصيرة باللغة الإنجليزية ثم أنتقل للغة العربية إذا سمحت لي. أولا أنا مدرك بأن سيادتكم قمتم بجولة في المنطقة ورأيتم العديد من الأدلة، ولكن لم يتسنى لك مشاهدة غزة. وللأسف أنك لم ترى 33,000 من الجرحى الفلسطينيين، 5,021 من أكثر من 10,000 من القتلى أطفال، وألمني أيضا أنه لم ترى 100 الوحدات الإنسانية التي تم تدميرها forced Palestinians بعد to leave north of Gaza into the south وإجبار الفلسطينيين على مغادرة شمال غزة إلى جنوبها حتى أصبحت أشبه بمخيمات تجمع بشري غير معقولة، انقطاعا للكهرباء والماء غزة في ظلام دامس، وهذا عبارة عن شرايين دون دماء. لقد أرهقت كافة الدماء على تلك الضفة. أكثر من 1,500 اسم مفقودين، ربما على الأرجح هم تحت الأنقاض. ما الذي تصفه هو مأساوي وكارثي على جميع الأصعدة. إن القتل الذي يتم في غزة هو قتل بدافع الانتقام، بدافع القتل فقط، وعلى ذلك أن يتوقف فورا. أتفق مع سيادتك في الأرقام التي ذكرتها، وأشكرك على شجاعتك التي تتمتع بها. نحن بحاجة لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم. إن مئات من المقيمين في غزة وأهل غزة، أكثر من 60% منهم هم أشخاص سبق ترحيلهم بالطبع في السابق، والآن نعود إلى أرقام مأساوية. إن الفلسطينيين لم يريدوا شيئا سوى السلام، وكل ما راغبنا فيه هو ألا ندع فرصة للتصرف لأي جانب على أنه أكبر من القانون الدولي. فهو ممول داعم وقوي للقانون الدولي.
لكن أصدقائي نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإمكانيتنا لتوفير الغذاء. هناك أشخاص لم يأكلوا لمدة أيام، هناك أطفال لم يعرفوا قريبا كيف تبدو نقطة المياه. إن موسم الأمطار اقترب والشتاء قارس للغاية، سينام العديد من العائلات دون أي حماية. هناك حاجة لإعادة المستشفيات للعمل. كل ما تحتاجه للعمل مجددا هو الوقود، والجانب الإسرائيلي يمنع دخول الوقود إلى غزة، وتلك تصنف كجريمة وفقا للقانون الإنساني. لا يجب علينا أن نحدد مرور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح فقط، علينا أن نفتح كل الممرات والواجهات التي يمكن للقطاع أن تتلقى المساعدات من خلال، وليس اقتصارها على معبر رفح. هذا كما والسماح لمن جبروا على مغادرة شمال غزة إلى العودة، حتى وأننا مدركين أنه قد تم تهديم منازلهم وتدميرها بشكل تام، إلا أنه يجب أن يكون هناك عودة لهم. والآن ما تدعو بي بوقف لإطلاق النار فوري، يجب أن ننظر أيضا إلى المستقبل، وأنا مدرك بكم الجهود التي قمت بوضعها لاستعادة